وجه محافظ حضرموت مبخوذ بن ماضي رسالة إلى أبناء المحافظة في الداخل والخارج، وأكد فيها أننا في حضرموت تواقون للسلام وللتنمية والاستقرار، فاحرصوا ألا تتجاذبكم الأهواء، وقفوا صفا واحدا خلف السلطة المحلية لنتجاوز المنغصات وغياب الخدمات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام بطولة كأس حضرموت السابعة لكرة القدم. كما وجه المحافظ بن ماضي رسالة للقيادة السياسية والحكومة أن حضرموت هي روح ومشعل الدولة، فلا تطفئوه ولا تغلقوا عليها الأكسجين، وأن شعبها تواق للعيش بسلام وتنمية ووئام، داعيا كل المحافظات التي أقيمت فيها بطولات محلية أننا في حضرموت على استعداد لإقامة بطولة تجمع البطل والوصيف من كأس حضرموت مع نظرائهم في المحافظات الأخرى، لنواصل رسالة السلام والمحبة التي تنشدها حضرموت والرياضة. هذه الرسالة نوجهها للقيادة السياسية وللحكومة، نقول لهم إن روح الدولة هنا وإن مشعل الدولة هنا، فلا تطفئوه، لا تغلقوا علينا الأكسجين، نحن نريد أن نعيش سلام، نعيش تنمية.